أحد الدعاة يقول: إن معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يعرف إلا مجمل الإسلام، فهل هذا الكلام صحيح؟ ولا هو يعرف، السائل يعرف الإسلام أكثر من معاذ؟ ما هذا الكلام الفارغ والفاضي؟ يعني الرسول اختاره وما هو بأهل لذلك؟ اتقوا الله، لا تتكلموا في الصحابة ولا تنقلوا هذه الأفكار الخبيثة. نعم.